السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكان قرية البقلية، التاريخ 30 أغسطس 2019، الحدث توثيق اعتداء البعض على الأرض الزراعية كما نرى، وقيام الجهات المختصة بإزالة هذه الاعتداءات. إذن ما زال هناك من يقوم بالاعتداء على الأرض الزراعية بالتبوير والبناء كما نرى، وقامت الجهات المسؤولة بهدم هذه الاعتداءات. شجرة الجزورين، أشجار الجزورين، يبقى إذن الأرض محاطة، أو هذا الاعتداء محاط بالأرض الزراعية. يعني هذه الأرض كان مفترض أرض خصبة، أرض الدلتا، أرض ان هي ارض تنتج غذاء للجميع. نقول حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على ابنائه ومنارة عالية تشع بضياء على العالمين. يجب ان نحافظ على على الارض الزراعية، هذه الرقعة الخصبة التي تغذي الجميع. يعني احنا مش هناكل من الخرسانات او المباني اللي كل واحد قام بالاعتداء على الأرض له منزل واتنين. وشكراً.